الصف الأول الثانوي بثانوية الإمام الشافعي معا في لقاء اليوم بعنوان الثقوب السوداء. الثقوب السوداء كانت من النتائج النظرية النسبية العامة لأينشتاين، حيث نتج عن تلك النظرية تأثير الأجسام ذات الكتل الكبيرة في الضوء. ولكن وجد العالم أينشتاين إذا كانت كتلة الجسم كبيرة جدا وكثافته أيضا كبيرة بشكل كاف، فإن الضوء الخارج من الجسم أي من النجم هذا يرتد إليه بشكل كامل فيظهر لنا بلون أسود، وبذلك لا يستطيع الضوء الخروج منه أبدا. وتسمى مثل هذه الأجسام الثقوب السوداء، لأن كما نعلم جميعا أن الضوء هو اللي بيثير فينا حاسة الإبصار. الضوء بيأثر في العين السليمة فيثير فينا حاسة الإبصار بالأجسام التي ارتد عنها. فالأجسام ذات الكتل الكبيرة جدا والكثافات الكبيرة لا تسمح بخروج الضوء أو الارتداد إليها مرة أخرى، فتظهر باللون الأسود، لذا سميت بالثقوب السوداء. طب كيف يستدل على تلك الأجسام التي يطلق عليها الثقوب السوداء؟ من خلال تأثير هذه النجوم في النجوم الأخرى القريبة منها تبعا لقانون الجذب الكوني لنيوتن. ويستفاد أيضا من الأشعة الناتجة عن انجذاب المادة إلى الثقوب السوداء وسقوطها فيها في تحديد هذه الثقوب والكشف عن أماكن وجودها. يبقى إذن الثقوب السوداء هي أجسام أي نجوم ذات كتل كبيرة جدا وكثافتها كبيرة جدا بشكل كافي، وبالتالي فإن الضوء الخارج منها يرتد إليها بشكل كامل فتبدو للناظر إليها بلون أسود. بنستدل عليها من سقوط الأجسام الأخرى الأقل منها كتلة والأقل منها كثافة عليها، ويستدل على تأثيرها أيضا في النجوم القريبة حيث تسبب انجذاب المادة إلى الثقوب السوداء وانحناء الفضاء. على الرغم من أن نظرية أينشتاين تنبأت بشكل دقيق في تأثيرات الجاذبية، إلا أنها لا تزال غير مكتملة حتى الآن، فهي لا توضح أصل الكتلة ولا كيف تعمل الكتلة على تحدب الفضاء وانحناء الضوء أثناء مروره بالقرب من الشمس أو نجوم أخرى. هذا الضوء الصادر من النجوم البعيدة يعمل الفيزيائيون على فهم الجاذبية وأصل الكتلة نفسها بشكل أعمق. وإلى اللقاء أحبائي الطلاب في دروس المراجعة، فهذا كان آخر درس في المنهج. واجب اليوم إن شاء الله حل الاختبار المقنن كامل صفحة 273 بكتاب الطالب. والسلام.